هذا ونظمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة مؤتمرا بمنطقة المرج بالقاهرة. جاء المؤتمر تزامنا مع الإدلاء بالأصوات في سياق الانتخابات الرئاسية خارج مصر على مستوى العالم. حضر المؤتمر عدد من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا للحزب، فضلا عن جماهير حزب الوفد بالمنطقة. تداول السلطة السلمي هو علامة من علامات الديمقراطية، وإذا الدكتور عبد السند نجح هتبقى دي حاجة عظيمة جدا في تاريخ الرئيس السيسي، إنه في عهده أتيح لأحد خصومه أن يتولى الحكم. الحملة ما شاء الله الانتخابية كلهم ناس واقفة على قدم من وساق زي ما حضرتك شايف كده، وإحنا مع الدكتور عبد السند، يعني الراجل عنده برنامج انتخابي محترم بيمس التعليم وبيمس الصحة وبيمس الاقتصاد. اللي حصل في الخارج من امبارح، يعني المفروض إن هو يوم 1 و2 و3 إن شاء الله، ظاهر فيه تداول حقيقي وبداية حقيقية للشكل الديمقراطي الرائع، إن كل واحد فعلا بيعمل بيقترع بحرية شديدة جدا وبراحة شديدة جدا، وده شكل احنا كنا بندور عليه من سنين كتيرة فعلا. ده مؤتمر جماهيري بيعبر عن واقع الشارع وبيعبر، احنا بنشوف المؤتمرات الاخوة المرشحين، لما المؤتمر النهاردة بيقول ان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ومرشح حزب الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية لن يكون ضيفا شرفيا في هذه المعركة بل منافسا قويا.